لا بواكي لهم في غابة الشمال السوري، ليبقى الخاسر الأكبر المواطن والبقاء للفاسد. إنهم أمراء الحرب تسلطوا على رقاب الناس وعثوا فسادا، حتى صار واحدهم يتكلم بملايين الدولارات وكأنها بضع ليرات سورية. هذا ما أكدته مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا لأقارب القيادي في فصائل المعارضة محمد الجاسم أبو عمشة، افتضحوا خلالها فساد الأخير وذكروا تفاصيل قضايا لا أخلاقية وابتزاز بمبالغ خيالية. خلانا نطلق بناته، بعد 10 أيام ما يطلق بناته جوزها. دفعنا مصاري مبلغ 1,100,000 دولار لأبو عمشة. أخذ مني 1,067,000 دولار. لا شك أن طرفان النزاع كانا يسمعان بهذه المبالغ في التلفاز فقط أو في الأفلام والمسلسلات التي يظهر فيها الأثرياء. نعم، مشكلة المصاري كويسة، بس المصاري وسيلة، بمر المصاري مجاب السلامة. اليوم صار الحلم حقيقة، وباتت مقدرات الشعب المشرد في متناول هؤلاء مسخرة لملذاتهم وشهواتهم. كل شغلة أبو عمشة اليوم نزلكم يا مقاطع فيديو وشلون وصلت المخدرات الليبيا. جايبين حب من عند الدكتور أحمد الأمين تبع الكادر الطبي. أصدقاء الأمس أعداء اليوم استرسلوا في الحديث ولم يحسوا بالوقت، فذكروا على الهامش تفاصيل جرائم قتل وتصفيات ميدانية وتمثيل بالجثث. وبي 4 كرات صفوهم أيام المعركة، كانوا دافنينهم حد القيادة القديمة بكرامتلا. الحازم زينه بيتهم صفوه وقطعوه وحطوه بكيس وكبوه على الطريق. لا أحد يعرف ما هو القانون الذي يحكم هناك. نحن أبواد الذئاب، القوي عم يأكل الضيف. أهي شريعة الغاب أم سلطة الأقوى؟ أم حكم أبو عمشة الذي وصل للخازوق بحسب قيادي سابق في الفصيل خرج عن صمته مؤخرا بعد خلافات مادية؟ كمشو جاب خازوق وحطوا عليه زيت وصلخوه مثل أمه ما جابته وإذا قعدوا على الخازوق يعني ادفع عنه 100,000. ووسط هذا التجاذب يظهر مدير جامعة حلب الحرة ليؤكد أن الطالب المجد أبو عمشة حصل على مقعده باستحقاق وبأوراق نظامية. طيني أوراق الطالب اسمه محمد الجاسم، اجا أوراق نظامية. يبدو أن سطوة الأخير تجاوزت العسكرة ووصلت للقطاع التعليمي. يقول مواطن مسحوق في الشمال المحرر مقتبسا من أبيات الإمام الشافعي: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب.